انا وزملائي واحنا بنتناقش في هذا الخبر كنا، انا كنت متردد ان انا اتكلم فيه، وهي قصة الفنانة شيرين صاحبة الصوت العبقري. كنا قلنا من زمان لازم نوقف بقى فكرة الحب والخناق والبتاع، لكن لما تبقى المسألة محضر شرطة وشيرين عبد الوهاب تتهم حسام حبيب طليقها وزوجها السابق واللي علاقتهم ممتدة 5 سنين، تتهم فيها بالتعدي عليها في الاستوديو الخاص بيها بمنطقة التجمع الأول، وتروح قسم الشرطة وهي بتنزف وعندها جروح في وجهها وخلافه، وشيرين اتهمت حسام بسرقة هاتفها المحمول وفلوس من حقيبتها، وقالت انها كانت جاية للشركة بتاعتها فلقيته موجود، قالت انت لازم تدفع الفلوس اللي انا دفعتها لهذا الاستوديو، ولكن حصل بينهم صدام. هناك رواية اخرى. طيب قبل ما اروح للروايتين، شيرين محتاجة تتعالج. شيرين صوت عظيم وثروة في الغنى، لكن أصبح واضحا أنها لا يوجد بجوارها أصدقاء حقيقيين، ومفيش حد بيعرف يتعامل معاها أو يتكلم معاها أو ينصحها أو يحميها. طيب هنسيب شيرين لحد ما تضيع، يجي لها اكتئاب؟ في حالات زي كده ضاعت وانتهت. شيرين يجب الحفاظ عليها من نفسها أولا ومن أي حد آخر، لأن ما يحدث ليس له علاقة بالفن وليس له علاقة بأي حاجة، لمجرد أنهم مشهورين بقت أخبار المصايب أكتر من أخبار الغنى، وهذا لا يليق بفنانة كبيرة بنحبها وبنحب نسمعها لأنها صاحبة صوت حلو وطيبة، ولكن في خلل ما، في هوس ما، ربما يكون الإنسان بيرتبط بشخص حتى لو بيأذيه فبيحب إزاؤه زي السجين اللي بيحب سجانه، في حالات في الطب النفسي بتقول كده، فلازم يبقى في حل. خلونا نفهم وجهة النظر التانية. زميلنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سامي عبد الراضي رئيس تحرير موقع تليجراف نشر وقال إن عنده معلومات مختلفة من خلال حسام حبيب وسبب الأزمة إيه، وكانت انفراد خاص بيه، فدعونا نستفيد من هذا الانفراد ونثني عليه مع زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ سامي عبد الراضي. مساء الخير يا أستاذ سامي. مساء خيري، مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الفل. ممكن تحكي لي تفاصيل تواصل حسام حبيب مع حضرتك وإيه أصل الأزمة؟ تمام. طيب أنا ممكن بس يعني هبدأ بإجابة مختلفة وبعد كده هرجع لسؤال حضرتك مباشرة. اتفضل. النهاردة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قل فجر اليوم، شيرين عبد الوهاب راحت أحد أو قسم شرطة في التجمع وحررت محضر رسمي ضد حسام حبيب. تمام. قالت فيه الآتي، قالت فيه أنه حسام ضربها وفي خناقة ما بينهم هما الاثنين، ضربها، هي راحت للشقة عشان الشقة دي فيها استوديو، والاستوديو ده بتقول ان هي اللي مجهزاه، قالت ان هي بتعمل شغل في الاستوديو، وكان معاها حد من تيم السوشيال بتاعها هو اللي كان موجود في هذه الجلسه، يعني ما كانتش شيرين لوحدها، وكانت طبعا وكانت بنتها كمان معاها، بنتها اللي عمرها 13 سنه، فهي اتهمت حسام ضربها. طيب هل هي اتضربت فعلا؟ اتضربت بالفعل يا استاذ خيري. نعم. لانه يعني المشهد اللي دخلت بيه الاسم كان غريب جدا، تخيل فنانه زي دي داخله طبعا بنظاره سوداء ولكن تحت النظاره وكتبها يعني حاجه زي طرحه كده، كانت وعينها اليمين مقفوله مش ورمه، مقفوله، خدت بنيه في عينها اليمين، وفي جرح في فروه الراس 3 سنتي، والدم كان موجود على وشها وعلى ايديها وعلى قدميها لحد كعب الرجل كان موجود. ضرب عنيف يعني. كان في اثار دماء، يعني الدماء موجوده على جسد شيرين بالمنظر اللي انا بقوله لحضرتك. هل ده اثبت رسميا؟ طبعا اثبت من خلال المحضر اللي اتعمل ومن خلال التقرير الطبي، لانه في حالات الضرب وحضرتك استاذ كبير بيروح يتعمل تقرير طبي في مستشفى حكومي طبعا عشان يشوفوا الاصابه تستدعي علاج اقل من 21 يوم ولا اكتر، لو اقل من 21 بتبقى جنحه، لو اكتر بتبقى جنايه.
تمام تمام. فاتعمل المحضر واتعمل كمان التقرير الطبي، والتقرير الطبي اثبت انها يعني ممكن تقول جنحه لم ترتقي لجنايه، لان هو كدمات وسحاجات وجرح في فروه الراس 3 سم، هو ده اللي اتعمل. طيب ايه السبب؟ قالت احنا اختلفنا علشان خاطر الاستوديو، وهو خد مني الموبايل وخد فلوس من الشنطه. ربما الجزء الاخير الخاص بالاتهامات الموجهه لحسام في مسائل السرقه ومسائل الاستوديو، ربما انا ما اعرفش صح ولا مش صح، بس انا بقول لحضرتك على الواقع اللي موجود في الورق في محضر الشرطه. تمام، الله ينور على حضرتك. بس احنا كده جينا للجزء الاولاني. تمام، كان الجزء الثاني كان مرتبط بحسام اللي هو المتهم او المشكوك في حقه. تمام، نعم. فانا تواصلت معاه بشكل شخصي وجبت رد منه على كل الاتهامات. تمام، نعم. هو قال ده ما حصلش، هو حر طبعا، هو يقول براحته الراجل طبعا، ولكن قال حاجه مهمه جدا 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 لفتت نظرنا. قال انه انا تدخلت وشيرين لازم تشكرني، لان انا حميت بنت شيرين من شيرين، حميت بنت شيرين من شيرين، ومنعت ان شيرين تضربها او تعتدي عليها. يعني عشان ما تضربش بنتها هو اعتدى عليها بالضرب. هو قال ان بصفته ايه يا استاذ سامي؟ هو ليس له صفه. لا، بصفته مقرب، هو وصف نفسه قال انا ماليش صفه، ولكن انا مقرب من الاسره، مقرب من ما يدلوش الحق انه يضربها يعني طليقه. طبعا يعني طبعا ملوش حق، حتى لو كان زوجها ملوش حق، ولكن هو بيقول انا تدخلت ومنعت ان بنت شيرين تضرب، والايذاء، يعني قال كلمه الايذاء دي اتك عليها مرتين ثلاثه، قال ان شيرين كانت هتاذي بنتها وانا منعتها، فهي لازم تشكرني على ده مش تتهمني في محضر رسمي. ولكن دول الروايتين يا استاذ خير. ده حضرتك بنفسك حسام حبيبي اللي قال لك الكلام ده؟ طبعا، وطبعا موثق عندك انا متاكد. لا موثق، وهبعته لحضرتك دلوقتي على طول، هبعته لحضرتك على الواتس التسجيل اللي حسام بعته لي، تسجيل صوتي. تمام، فهو شرح فيه كل. هل صحيح تم الصلح اخيرا؟ نهائي، لم يحدث اي صلح، لان شيرين حررت المحضر وراحت على البيت نامت، لانها ما كانتش نامت اكيد، وتليفونها مش معاها، فحتى هذه اللحظه لم يحدث اي صلح نهائيا. نعم، لان في اخبار تناثرت ان المحامي بتاعها راح وقدم تصالح وبتاع علشان ينهي المحضر. لا 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 لا، حتى هذه اللحظه لا توجد اي معلومات حقيقيه حول هذا الامر. استاذ سامي، استاذ سامي صوته راح. قربت من التحقيقات، قالت ما حصلش تصالح. هل وارد يحصل تصالح علشان قصه بنت شيرين عبد الوهاب واسمها ما يجيش، ويطرح في قصة ما بين حسام وبين شيرين والبنت مالهاش ذنب؟ ممكن، تمام، لكن أنا بقول لحضرتك اتعمل محضر رسمي واتعمل تقرير طبي بالإصابات، وهذا التقرير مرفق بالتحقيقات. أستاذ سامي، ما بتشوفش أن هذا الموضوع بقى ممل زيادة، وبيتاخد بياخد الناس في سكة بعيدا عن الفن وعن قيمة الفنان، وأن بقت نفس الوقائع متكررة مع نفس الفنانة ونفس الفنان، لدرجة بقت لا تليق، وهتفقده وهتفقدها هي النجمة الأكبر كتير من نجوميتها ومن جمهورها؟ خير، يمكن حضرتك في بداية الخبر قلت يعني فيما معناه الحقوا شيرين عبد الوهاب، الحقوا هذا الصوت العظيم. أيوه، عالجوا شيرين عبد الوهاب، وشيرين تبدأ من نفسها، يعني أنت قلت تبدأ من نفسها، المقربين منها اللي بيحبوا شيرين. احنا لو احنا عدينا أجمل خمس أصوات في مصر، شيرين هتيجي في اول ثلاث اصوات، سواء الاول او الثاني او الثالث، فاحنا قدام ثروه زي ما حضرتك تفضلت ووصفت شيرين عبد الوهاب، فهي ثوره حقيقيه. احنا ما عندناش فنانين كتير في مصر زي شيرين عبد الوهاب، ما عندناش حد بقيمه وجمال صوت شيرين عبد الوهاب، لكن في نفس الوقت ما عندناش حد دخل في ازمات ومشاكل ومحاضر وقصص مرتبطه بخلافات وخلافات مزعجة. نعم، زي شيرين عبد الوهاب وزي حسام حبيب. نتمنى ان القريبين من شيرين ينصحوها، شيرين تلحق نفسها، شيرين تشوف
اخطائها فين وازماتها فين ومشاكلها فين، وتشوف ايه اللي بيحصل معاها، وتشوف ازاي توقف هذا النزيف. النزيف ليس النزيف بمعناه، مش نعم. النزيف الدموي، ولكن نزيف الاسم، البراند اللي اسمه شيرين عبد الوهاب. نعم. طبعا احنا شيرين عمرها الفني دخل في 24-25 سنة، صوت عظيم، لازم شيرين تحافظ على هذا الصوت، لازم القريبين منها واللي حواليها يحافظوا على هذا الصوت. بضم صوتي لحضرتك في طرحك، الحقوا شيرين أو عالجوا شيرين عبد الوهاب. بشكرك جدا زميلي العزيز الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سامي عبد الراضي، رئيس موقع تلجراف.